السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة، مرحبا، ويلكم باك تو سيتي سكاي لاين. هاي الحلقة شوي راح تكون عجيبة ومش عجيبة، انا اقول لكم من الحين، لان الحلقة هاي 90% راح اسوي مدينة ضيقة منها هدف واحد بس، أكبر عدد سكاني. هذا الهدف من المكينة هاي. مكينة يا حبيبي، اليوم أنا وضعي ما يطمن بخير. زين، بنسوي مدينة مرة صغيرة فيها كل الخدمات اللي ممكن إن نحن نحتاجها في أي لحظة من اللحظات. لحظة، ايوه لحظة، بنرسم مرة الخريطة بالضبط قد ما نحتاج، مرة بالضبط بالضبط. يعني في شيء تحت، يعني يمكن كهرباء شيء ما اعرف. لا بس توا جسر. لحظة، شوفوا كيف المدينة هاي، اتصور انها بتستوي اكثر مدينة زحمة، لان اول شيء ما بحط عليها بوابة مرور، لكن ما بحط فيها مصانع في المقابل. اي حد يبى يدخل مصنع هني لازم يروح المدينة الثانية اللي فيها مصانع ويصير يشتغل هناك. اوكي، تقريبا عدل. نسوي خط في الوسط. لحظة، خط اللي وسط بخليه عادي، خليه 6 شوارع حتى عادي. مرة مدينة ضيقة 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 مرة مرة مرة، ما فيها مزاح يعني. خلينا شوي نرجع للتصاميم القديمة اللي نبي نحط فيها عالم وبشر. هذا الهدف، هدف من هالمدينة تحط كم فيها ناس اقدر احطي بحطي فقط، هذا الهدف كاملا. احب اخلي وصل ماي، وصل ماي، وصل ماي، وصل ماي، نوصل ماي، كهرباء، تمام. زين، بنحتاج مجموعة شغلات. خلينا نحط أول شيء هني محلات تجارية. زين، ثاني شيء بنحط قطار. قطار خله بعيد برا على المدينة. تحط أكثر من قطار هني تصدقوا. زين، بحط قطار هني، بس يكون فيه ازعاج وايد. اوكي مو مشكلة، حط قطار هني، حط قطار شحن، لا شحن، حط بعد قطار ركاب هني، سوي بالطريقة هاي. اوكي، بنحط لنا قطار ركاب ثاني هني. ايوه زين، كهرباء عادي بحط له باركنات. دقيقه، حط له باركنات، ارمي بالكهرباء بس. بنحط خدمات بعد في المدينه، مش غير خدمات ما ينفع الوضع، يعني ما ينفع الوضع بتاتا. زين، شو السالفه هني؟ اوكي، بما ان انا عندي خضارين فنبغى نجيب قطارات داخل. دقيقة، نبغى قطار في هذه المدينة.
مقطع بسيط، مقطع بسيط. سموح ممكن إذا بنحط لنا اختار بهاي الطريقة، وأبى قطارات في المدن الثانية بعد. راح نحط قطار، بنحطيه بما أن عندنا السكة هني قريبة، أقدر أشيل هالخطار حتى في الشارع. لا أنا أسوي لي لحظة، من 9-11 بيمر فوقه. أيوة أيوة، هذا لازم يكون شوية غير. ويت زين، وهذا بيكون الطريقة هاي. هذا اختار واحد بعد، ونبقى اختار هذا اختار هنا بعد. وايد حشر يسوي اختار اختار هني، ما بحطي حاليا، بحطي خلني احط اختار هني بعد. عادي سوي لهم حشرة وايد، سوي لهم وايد حشرة هني هني أحسن. أوكي بنحط لهم شارع من هنا لحظة 11 كار من هنا هني، وبنحط له طريقة هاي بنوصل. يعني هذا يكون باي باس حق هذا الخطر. انزين خلينا نبلو ماي مسكين، لان ليش الحين هالحركه كلها، وليش السالفه القضيه هاي كلها؟ لان لازم نسوي خطر من هذا المكان، هذا المكان وراجع. اوكي بسوي خطرات زياده عقب طبعا، من هنا لين هنا. اوكي انا اظني خربطت شوي بس ما عليه. ومن هذا الاتجاه ل ما اقدر اضيفه هنا. ليش؟ ويت زين، من هذا الاتجاه معقوله؟ ما يتقبل المكان لمكان. ليش؟ هذا شيء غريب، مع ان خط الخطر هذا موصول عدل في هذا المكان. خلنا نشوف الحلقة. اول شيء خلنا نوصل هذا، لانه هذا نبغى نوصله في نص المدينة. خلنا نهدم هذا شارع ثلاث خطوط واحد كالعادة. حتى خاطع دائما يطفر بي. اوكي علينا، بدينا بحركاتك صح؟ اشوف من خطوط الشارع قاعد تتلاقى المشكلة. ويت اسوي طريقة كانها دوار بس مش دوار، يعني عرفتم بعد شكله بشوفه مقبول اكثر من اول بعد.
ما اعرف اذا الشارع يخصه بس خلنا نوصل المدينه. انزين بس this is a train station which doesn't connect to here. اللي المفروض انها تتوصل. المفروض انها تتوصل. ما في يوتيرن خارج اظني. كل يوتيرن داخلي. هاي المشكلة هنا. ويت اذا اسوي. اي يسوي يوتيرن على نقطة واحدة. ويت. لو أوصل الاثنين بنفس النقطة بتكون غلطة. إن شاء الله ما تكون غلطة بس إن شاء الله تشتغل. أنا أتصور إنه من الشارع. هي من الشارع. ولا هاي النقطة. شوف كيف يفرق الشارع. شفت كيف الشارع يفرق وايد. خلينا نحط مدن الحين. بيوت. خلي فاضي. خلي فاضي براحتك. بيوت 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 في أماكن شوي نص نص. ما ركبت 200 200. يمكن نكسرته بعدين. زين أكل بيوت. شوفوا بيوت كاملة مرة جاهزة انها تنبني. وحولها كامل تجارية. الحين هني اللعبة الصناعية ما راح تكون هني ترى. بس خلنا نحط خدمات قبل ان نبني هدم بيوت. زين هالمكان بيكون عود شوي فنبني مقبرة مركزية. 1 2 بنحط فيه مستشفى ضخم. والاماكن شوي ضيقة على المستشفى. ممكن اعوض بمجموعة عيادات بس تعرفون شو بنحطيه هني. بس اللي انا بسوي جسر الصوب الثاني. خلي مكان حلو عندنا. انزل وبنحطي مركز شرطة عود. خلي نبني وراء بيت. هذا مطافي سوري. مركز شرطة عود. سجن شي قريب. بنحطي لنا مدرسة. هني بنحطي مدرسة. الصوب الثاني من المدينة تماما. وبنحطي لنا ثانوية عامة. طبعا لازم ثانوية عامة بس ثانوية غير هاي الثانوية. كلها ناقصني حبة. غريبة غلطت في القياس هالمرة. بنحطي لنا هاي الثانوية ونبا جامعة. مش ضرورية الصراحة ان عندنا جامعة هناك. زين خطة النخل. باصات داخل المدينة فقط. لحظة سوري. باصات داخلية. ما في باصات خارجية بيكون. لحظة. ايوه الطريقة هاي. حطينا باص باصين 3 4 5 للي بيتنقل هني. باص باصين نفس النقطة اللي نزل فيها الناس نرد نشبك فيها. سوي لفة حلوة يعني في المدينة. باصات بنحطي لنا بوست اوفيس. نحن بريد ما عندنا لحين. خدمات بريدية ما عندنا. نشوف هذا البوست اوفيس وين يوصل. انا سويت عندنا مدن كبيرة لابد في خدمات بريدية. حد يشتري منتجات حد يشتري شيء. مش معقولة خاصة عند المصانع عندنا. اكيد بيطرشون سامان من مكان لمكان. اغراض مراسلات whatever يعني. فيروحون مكتب البريد. هذا مكتب البريد اللي هني. نشوفه. شوف سيارة.
عجيبة والتصيل. استورد ميل 480,000 من 100,000، معقولة هالكثر ناس عندهم ميلات وأنا ما أدري؟ واو واو، بس ما أعرف إذا كلهم شيرد ولا مش شيرد، أظن كلهم شيرد. تصدقون يطرشون حق بعض، وشكله يطرشون حق بعض والله. أظني هي لحظة، خلينا نحط النفاركن هنا من باب توصيل كهرباء ومن باب سكسية في نفس الوقت، شوية خليه جميل المكان. نوصل هذا هني، باركنات هني، حركات يعني على أساس إنه يعني ملعوبة يعني. أوكي الحين بعد يبغى لنا حدايق. أم المدينة ضيقة وايد والله، أشفق عليهم أنا الحين هم ساكنين هني. أيوة شوفوا هالأماكن حلوة حق حدايق. حديقة، حديقتين، ثلاثة، نبى ملاعب، كرة سلة أكيد، أحلى ملعب يمكن عندي دوم أحطيه، واللي هو التنس هني بعد يبغى لهم تنس مساكين، كله كرة سلة بيملون. أوكي شوفوا هالمحلة، هالمكان يقول سوني حديقة حيوانات ما أعرف ليش. انتوا تعالوا ما عندكم شيء مساكين، تعالوا العبوا كرة سلة يلا ها تنس، انتوا العبوا سلة يلا ها، ما تقولوا ما حطينا لكم شيء، انتوا هنا ملانين تعالوا يلا ها. زين بعد ناقصنا، خلينا نحط لنا حديقة هاي. اوكي الحين يبغالنا جسر صغير ونمره، جسر صغير وهذا بعد ما في لفات لا يمين ولا يسار ولا شيء. لحظة اختار هذا 12 جسورنا لنا زي، خلنا نشيل هذا جسر من هذا المكان زيرو إلى هذا المكان جسر. لحظة لحظة ليش ما نسويه أيوة أفضل وايد، ها أفضل وايد. إنزين ليش ما نسوي هذا؟ هل بيفرق؟ ما بيستوي خلاص، لا أحسن أحسن خله بالطريقة هي أفضل، بعدين أحس بيسوي لي مشاكل. صار التقاطع أتوقع يستوي فيه زحمة شوي لأنه بيوصل خدمات في بعض، بس أيوة إذا بيدخلوها المدينة هني ببلاش ما ينفع، ما ينفع دخلهم ببلاش. لا 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 لازم يدفعون فلوس. تعال ايوه لا صبر، لا تحسون ببلاش كلهم يو مزاحمين يبون يروحون ببلاش. تني ضيقت حبة. لحظة انا شفت واحد رجع يمشوف الفلوس، شو السالفة؟ احسن تي احسن. اوكي شوفوا شوفوا هني هني، لا بعد تعرفون شو هني ما اقدر ارفع. لو اقدر ارفع سعر الشاحنات بروحه كان بيكون فنان. خلي الشاحنات مهمة هني، شوفوا الباص جاي حبيب والله حبيب حبيب. شوفوا هالقطار اللي راح يسوي لنا شغل وايد، لان الدخلة والطلعة للمدن هالمدينة ما عليها دخلة وطلعة لها بلاش، بالناس تبني الحين من يستوي زحمة بصكم هني بسالك ومسوي لهم واحد ثاني. بس بيرتفع عند احتياج الصناعية، واحس الكهرباء ايه مغير، ما احس الكهرباء يبالها
هل نحطينا هني هني بيكون نووي في يوم من الأيام، هل نحطينا كهرباء؟ هي ارتفعت وايد اوكي، والكهرباء هني شو اخبارها؟ متوزعة؟ هي متوزعة. شوفوا في ناس تدخل وتطلع من هني، هي في ناس تدخل وتطلع امورهم طيبة. صفر دشوا وطلعوا. اوكي امزح انا اسف خلاص. القطار حد يستعمل 254، ما حد يروح على القطار لان اظني هاي كل المواصلات الداخلية اللي قاعد تاخذ الناس كلهم، مش المواصلات الخارجية، لان الناس تبى تروح ترد بارخص، اتصور القطار بيكون ارخص وايد وايد ارخص بيكون. اقدر اغير سرعة هذا الشيء؟ اقدر 60، خل سرعة منطقي، خلهم يخفون شوي بس مش بالطريقة هاي يعني. لحظة لازم يوقفون شوية، اذا لازم يوقفون خلهم سرعة كاملة. خلنا نشوف كيف يستوي، يستوي زحمة هني. اوكي وهني عندنا هذا بعد نفس الشيء. خله 60، ما بوايد زحمة ناس يوم الشارع العام هني. بخلي هذه 100 من الشارع العام يعني. يدخلون 60 على سرعة الشارع اللي موجود عندنا. البوابات الباقية هاي خلها 20 عادي، ولا لا خلها 60 هاي سب ما يتأخرون العالم. خلها 60 كامل، هذا 100 100 100 مع الشارع نفس هذا. 100 100 100 100 قاعدون ساعتين وما فيها لا الصراحة. خلنا نحرك شوي الجيم، خلنا نسرع اللعبة. اوكي لا وايد زين. حسوا يحصلون درب بلاش؟ ها مو عليه، انا اعطيكم درب بلاش، ما بعطيكم. ليش اعطيكم درب بلاش؟ هذا لازم اغير دائري وادخل خط ثاني من هالصوب. بس القطارات لها المفعول عجيب ترى. الحين اللي استرياكم من شغله واحد منهم سفن قريب بنحط الحين، يمكن حتى سفينه في الحلقه هاي. انزين، وثاني شيء الحين اللي وفر شوي وظايف زياده اللي هي هني مثلا، اني عندنا هني ندخل المصانع مثل ما وصل 5 نجوم. بعد كم باقي لي على 5 نجوم؟ هذا يسار، هذا هو باقي له والله ما بقى له شيء. 20,000 ونقدر نحط الكبير، نقدر نحط الطحانة الكبير اللي هي الحفارة العودة اللي تحفر في الأرض. فلازم أيوة أنا بترياهم بحطي واحدة زيادة. شو خذ سيد شوي الصناعة كابيتال سيتي. أوكي فتحنا المينا، عندنا كارغو هاربر اللي هو مال الناس ومال السفن. هاي بيكون مجرد مواني الحين، ما بنحطي خلاص، ما لنا على البحر، ما لنا بمواصلات حاليا. المستقبل نبا زين، نبا طحانة هني. يلا انتجي هاي شوية وظايف زيادة، وبنيب هني المينا ان شاء الله في درب. انا ما اتوقع ان في درب الحين مباشر للمينا، يمكن لازم نتري المستقبل، بس متأمل خير يعني، متأمل لانه ممكن يكون فيه. لا ما فيه، لازم نحطيه هني او على الشارع العام. والله كان ودي احطيها الحلقة لكن يبغالنا توسعة زيادة بعد. نقدر نحطي توسعة، انا ما اقول ما نقدر، بس هل انا بتوسع بس عشان النقطة هاي ولا النقطة هاي؟ خلنا نتوسع هنا، خلنا نتوسع هنا. اوكي عند القطار بنحط لنا هني مينا. اوكي رقم واحد بنحط هني مينا، رقم اثنين بنحط لكم كل شيء بس لا تصيحون. زين بنحط لهم ماي، المنطقة كاملة ماي تشوفوا، تقولوا لي ادري بتقولون بعيد بس تعرفون شو نقدر نسوي حركة ثانية. نجيب شارع من هنا، هاي 6 شوارع صناعية صح،
وما نبغى من هني، نبغى نجيب شارع من هني لين هالمكان تقريبا، ندفع بنفق لين. تعرفون شو ممكن اسوي؟ شارع احلى. يعني ممكن اخلي النفق مشروع. شوفوا شو بسوي، بجيب نفق او شي، خلي مد الشارع عشان اراويكم الفكرة. لحظة واحد زين، وبنسوي هذا، بنطلع شارع منه. اوكي شوفوا الفكرة اللي جتني، انا اظن فكرة حلوة بتكون. لين بها الشارع هذا، بنمشي عند النهر هني، خليه يمشي مع النهر، ما بيكون وايد سيدة بعد. لا وايد سيدة احسن، يبين ان احنا مسوينا يعني. صبر، وبنميل الشارع، نستعمل هذا التول اللي ما نستعمله الا في حالات احس الطوالي المفروض استعمله اكثر. انزين، وابقى اجيب شارع من هني لين ينزل لين هذا المكان. شوفوا ارفع شوي، يقول لي بعدها تو ستيب صح؟ خلينا نهدمه شوي. هالشارع اذا ضبط هسه بيكون شيء جميل، شيء جميل بيكون. اوكي، ونبى ننزل الشارع الحين من الصوب الثاني في الليبر. حد فيكم راح صلالة؟ بيعرف قصدي. زين، لا تعرفون شو؟ خلونا نخلي هذا المكان مع ليبل. اوكي، والناس هنا مسرعة بتكون طبعا. زين ويت، خلنا نعكس الشوارع كلها، هاي خلها تروح صوب. ثاني شارع محلاه يوم يمشي مع ديبل. شوفوا محلاه والله انه شيء جميل. زين، هنرجع ننزله صوب ديبل. خلاص الحين راحة نقدر نتحكم فيه. الحين الهدف بنطلع شارع ثاني من عنده، بس الشارع الثاني راح يسايره في الواقع، بعدين راح يروح بعيد عنه. صبر، راح الشارع يوصل وياه مش لين هني حتى. صبر، هذا بشله زين. زين، خلنا ننزل الشارع تحت مرة، نجيبه من هني. شوفوا الشارع وين يطلع، يا ويل حالي صراحة، ويل حالي من خاطر. لحظة، ويت هذا ممنوع اليوتير، ممنوع. وانت هني هذا ما في يوتير، بس اوكي تمام. شوفوا مشروع هلاك هذا، بذبح العالم. شوف الشارع كيف. زين الحين صبر، خلنا نجيب الشارعين، نبغى نجيب شوارع. بجيب شارع من فوق الخطار، لا بجيب الخطار من فوق الشارع، بجيب الخطار نفسه فوق الشارع. خلينا نسوي شارع عود يلين هني وبينقسم. زين، والقطار لازم نعدل على طول. لحظة، قطار نسوي له سكة 9 ان شاء الله يمر. ايه قريب، اول شيء قريب 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 مره. وين هذا هو؟
واحد ما عليه مشكلة. هذا شله اثنين. مينا شوي جديد ما بيكون عنده شيء. مينا ترى مرة فاضي. انزين بنيبه الحين شهر العام انا ويسرح خطين. اوكي نعكس هاي الحين بنيبه الشارع الرئيسي 6 شوارع. من وين بنيبهم؟ انا اتمنى بس ان هاي اللي خلونا نسوي لهم ابجريد يا جماعه. هاي ما نقدر نسوي لهم ابجريد الحين. ترى بنيب شارع اساسي من هني لان هذا الشارع بيمتد مرة على البحر بيكون فيه مواني وايد عقب. بس حاليا طبعا اماكن صغيره ما يبالها وايد كهرباء فمجموعه باركنات تكفي الموضوع كامل. منزل بنيب الشارع اللي هو هذا هني. انزين هاي شارع عام هاي خط دولي يعتبر ترى يعني بيسوي لنا مفروض. والله شوفوا شكل الشارع انا اشوفه والله حلو. ما اعرف شو رايكم في الشارع في الكومنت تحت اكتبوا ايش رايكم في الشارع. ممكن احلى الشوارع اللي سويتها انا. انزين ويون لين هني مره 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 لين هالجسر. هالجسر حلو احسه بيتحمل الضغط. ممكن اسوي شيء ثاني نسوي جسر فوق ولا دائري ولا شيء بس ما محتاج حاليا ما في ضغط اصلا خير شر. حلو وفي ناس بتي هني. هني بنحتاج بوحده من الشغلات اللي بنحتاجها نوصل هالخطار والخطارات الثانيه اللي عندنا لان هالخطار مش موصل عرفتوا. فاللي راح يستوي ترى الموضوع الاساسي الحلقه ترى شو اسمه خطارات المعلومه بس مش المدينه اللي سويناها هناك. ما باقي قص الشارع قص انا ما باقي قص الشارع قص. اوكي ابا يمر من فوق هذا. زين ابا يمر من فوق هني. اشوف ايوه لحظه لحظه ابغى امد لوين؟ امد لهني لان اذا كبرت المدينه عقب بقدر اجيب له سكه خطار ثانيه. خلي الاماكن شوي 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 متباعده وبشبك هذا الخطار. ليش ما يطيش بك؟ لحظه خلينا نقترب. اقدر اعدله بالطريقه هاي. اوكي نايس. جيب هذا هني وبنرفعه بالطريقه هاي هني. ايش الجزء منه؟ شوفوا كيف استوى فته. هيت حطيته شبكت السكه اللي هاي عن طريق الليبل. شوف كيف قاصين الليبل نعتبر نحن من فوق الشارع هذا عادي. هذا الحين بعدنا الحين الحين مش بعدين الحين مره. زين سوي سيده شوي ونرفع هذا الاسلوب شوي. فبعد خطار جبلي يعني شوارع السلسله احس احلى من باقي الشوارع الصراحه. انت شوي اغامر اغامر شويه حبه نسوي شوارع شوي باسلوب مختلف. انزين صبر اساس الناس تروح وترجع من هني. خلينا نشبك هاي نبغى هاي نشبكهم خطين.
هاي واي، لاني بتذكر اني ما ببني شيء هني ترى، هذا السبب اني اخترت هاي واي. هاي شبكتهم الحين شغالين، ما في حد الحين جاي رايح، عادي. ها شيء عادي. زين، اللي بيستوي هني منطقة تتحمل الضجيج، يعني واحد خطر. زين، هذا نسوي خطر عادي، منطقة حق ضجيج ما عليكم. اثنين خطر، أباهم بعد يطلعون من هذا الدرب. اوكي، على اساس اذا بيرجع ياخذ يوتير من هني لين المدينه الثالثه يقدر. شوفوا، والخط الثالث ها كله بمسحهم، ما بسوي لهم سالفه. خلنا نسوي شارع سيده. زين، بسوي قطار ثاني هني. نحن سوينا قطار عادي هني حق الناس، بس محتاجين نسوي قطار شو حق الحمولة بعد، حق الشحنات اللي يشحنون شيء يسوون شيء. وين بعدنا يعني؟ في كارغو ستيشن ثاني كان حيد من اختفى. زين، بنسوي بالطريقة هاي. البداية بخليه مسوي بالطريقة هاي. في الوسط انا بسوي شيء، بس ما بسوي اكثر. لا خلاص، هذا اذا بسوي اي شيء بسمح لهم ياخذون يوتير من هني بس. ايوه، احفر. شوفوا، هيومن باور هذا يسمونه. بس شو بسوي هني؟ بس في الوسط، لان افتراضا اذا هذا معناه نحن سوينا هالمكان، معناه بنعدل هالمكان بعد في النص. هذا اختار صح في الواقع يعني هني. اوكي، مو مشكلة، ممكن حتى استغني عن واحد منهم، ممكن جدا. انزين، نحطي له باركنين. بنحطي حق ها بعد باركنين، يستاهل. انزين، شوفوا، بنحطي لهم هني. شوفوا القطار هذا، 1 2 3 4، يبالهم شوية خدمات. خدمات هاي بتكون عن هذا الطريق. شوف اذا ضبطها وياي بعد بيكون شيء ثاني حلو. مش ماينس 16، ليش ماينس 16؟ لحظه زين، اتمنى يضبط. لحظه، هي تقريبا ضبط، مش بالضبط. زين، اذا السالفه مو تضبط بالطريقه هاي، تعرف شو بسوي؟ خلني بهذا القطار، خلنا شوي نسوي ليفل اب حق شوارعنا. لمتى تجي الشوارع؟ لحظه، يعني اذا اسوي هالحركه اقدر، يمكن اسويها في نص المدينه. صبر، خلنا نجرب. لهي هاي. زين، ها معناه بصير ببند التول مالي موبت، بحطي من جسر من مكان لمكان. اوريدي اوكيبايد صح؟ ماينس 7 اني قاعد احطي جسر من مكان لمكان. اوكي، نشل الجسر الى النزول هذا. شوفوا، بنشله الى نسويه مكان حق خدماتهم. شوفوا المدخل هذا، هالفكرة هاي حلوة، انا بطبقها كنت قبل، بس لان الاحتمالات مالها مش وايد ايزي، توقعت انها ما بتضبط بالطريقة هاي، لكن استوت احلى مما انا توقعت صراحة. شكله مرتب الصراحة. وهني اقدر احطي ريسايكلينج سنتر واحد خفيف، ومفروض هذا ريسايكلينج سنتر ترى اكثر من كفاية حقهم. وهني هذا حلو، فلوتنج جاربج، بما ان عندنا مواني خليه ينظف اي شيء على الشاطي. حلو، شوفوا ينظف هني. هذا بعد زين اذا كان عندنا السيستم التقليدي في الادارة، مثل ما تقولون، ولا في إدارة الإنتاج المياه والمجاري. لأن الحين إذا ما سويت تواصل بينهم وما قبل بين ها
هاي المحطة وهاي المحطة اللي قبلها كيف الناس بتروح بترد بالقطار؟ هذا هني السؤال. شوفوا الناس كيف قاعد تشوفوا. ناس تبى مواني، الناس تحتاج مواني، وهني مكان حلو حق مطار يعني. وحط هني مطار بعد ووصله بنفس الطريقة بس بعيد عن الناس، بعيد عن العالم. بس الشيء الوحيد اللي يمكن أحطيه هني شوية دكاكين. حتى الدكاكين عند المواني هني، لأن في خدمات، وأظن الدكاكين شيء زين. الناس بتحتاج تستعمل دكاكين. شوف كيف يا عيال، ناس قاعدة تيله ترى من آخر الدنيا. هذا ناس قاعدة تيله الحين. شوف شوف شوف. بس أظن يمكن هذا المينا يبالي شوي ديكور، يبالي شوي مودات. بس قاعد تجربة سيئة مع المودات الحين، كل ما نزل مودات تعلق السلسلة تعلق السلسلة. فما ابي اتهور واجيب العيد الصراحه، انا ما بجيب العيد. بس المود كان بيكون حلو الحين لو عندي مودات في سفن في هذا. زين، هذا شيء لازم نستعمله ترى. بس هني بيكون صعب. براويكم المود. زين، انفلت شيب. شوفوا هذا يسمونه الكيبل كار، هالصناعية أبى أوصلها إلى هني عن طريق الكيبل كار هني. شوفوا هذا كار ستوب، هذا أنت. خلنا نشوف نقرأ فورمولا كانيوز. زين، بنحط كيبل كار عادي. زين هني بنشل منه البوينت هني اللي راس اليبل. هذا باختصار مواصلات بس فقط، يعني ودي الناس من النقطة ألف إلى النقطة باء. إذا عندي حد يداوم ويبى شيء أرخص نقدر نجيبه من الصناعية هني. ما أعرف هل الناس بتستعمله ولا بيكون عملي هني، بس هذا شيء بنستعمله لأن عندنا جبال وما بأهدم يبال. شوفوا أبى أسوي اليبال منه فائدة، أشكالهم حلوة هني. يعني لو أحط هني مثلا في يوم من الأيام أي منتجع سياحي اقدر اشبك في بلاوي، يكون منظره شو يطلع على مينا على هذا على هاي الامور. وايد شغلات حلوه عندنا. عندنا مباني جديده عقبها ناقشها في حلقات جايه اصلا. بس انا عايبني الزحمه اللي هنا استوت. شوفوا ما في شيء هنا، استوت زحمه ما في شيء، يعني حتى مش موصول، ما في شارع عام، ما في هاي واي خاطف من هنا، بس قطار نحن يبنا وشبكنا قطار داخلي. وشوفوا الزحمه اللي على القطار اللي استوت، ترى زحمة على القطار شوي. مو مشكلة، مو مشكلة انه ما في مينا غيره حاليا. بس بنفتح مجموعة مواني، مش مينا ولا اثنين ولا هذا، لازم بنفتح مجموعة مواني. مينا واحد ما يكفي، وانتو عارفين هالشي. سيتي سكايلين كل ما تكبر كل ما كبرها ويانا صح. انزين، دكاكين اللي هنا مستانسين. ليش زعلان انت؟ لا اوكي استانس توا. هذا على لودنس كوميرشال بلدنج نت اوبريتنج، يقول لي ما عنده عمال اغني. بس المسكين اللي بيداوم هني خدمه الجاربج هني ما قاعد توصل شكلها. انا حط على الشارع العام حقهم. زين زين، بيوصلهم شويه الوقت لا ما بيهم. اوكي كهرباء بنحط باركن. اثنين ثلاث على اساس بيستعملونه. يعني شوف الزحمه على مدخل المدينه لان ببلاش. ها ببلاش الكل يبي مهني. شوفوا يا حبكم ببلاش، شكله بحط هني مال فلوس بعد. خلت تسوي زحمه تري انتو بس رش مرش هني، مسوي لهم واحد ثري رش مره. شوف في حركات نقدر نسويها عشان نفاد الزحمه، بس مش الحين. بس خلنا نحط مال الجاربج، والجاربج يهتم في المواضيع هني. هذا حد يروح يرد فيه. هي زحمه زحمه المدينه هاي، فول زحمه ريج مره. خلنا نحطيه كم برج هني اساس يكون في محلات زياده. هذا اول شيء. ثاني شيء يغطي بعض الاحتياجات، لان برج هني عند الخطار.
كله قاعد يحطيهم أماكن أنا غصب أنا أعرف، بس أنا أبغى هالشيء. بنحطيهم في الصناعية وهني كهرباء ما عندهم، لسبب من الأسباب كهرباء عندنا نازلة من كثر ما بنوا، ما شاء الله كم بنوا. زين بنحط وين محطات الكهرباء اللي أنا قبل شوي حطيت محطة بعيدة عنهم حتى يعني. نجيب هذا ما نبغاه، بس انتهى. هذا تعال هني شوف ما يستوي، كان عادي بشيل بعقة مكان ثاني. ويت بشيل بعقة هني، نجيب محطة كهرباء ثانية هني. حاليا لين يستوي عندنا نووي على الأقل، وهو قريب جدا 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 بسوي نووي. نقدر نسوي نووي في المكان بدل سياحي، ونسوي له نفس القطارات ونفس النظام. شوف قطارات مكثرة على الزحمة، للزحمة. شوف بالله عليكم، شوف اسمين مسوي زحمة هني فر. شوفوا استوى الشغل عندنا المينا هاي اللي ينفضون المبيعات مالهم، ماينينج تركه شيء زياده اظني يباع برا، دخلوا لنا فلوس. لحظه شو اللي دخلنا فلوس؟ شوفوا اوكي دخلنا نوعا ما فلوس، بس المصانع شوف كيف يدخل فلوس. اللي شال لنا شل الحين المصانع، خلينا نبني كل اللي نبغاه، دائما عندنا فلوس وايد. اوكي حطي هني دكاكين حديد، بس ما بسوي زحمة هني. يبالنا هني تعرفون شو، ما ان ميزانيتنا ممتازة حطي حق هالمكان، بنكبره بعدين مع الوقت بنستفيد انه ما عليكم. شرطة دنيا مطافي عيادة كل شيء الحين عندهم، عيادة خدمة، هذي هاي حق الطواري نبا وحدة بحطيها على زاوية هنا شوي زينة، بعد مكانها أحسن من باقي الأماكن. إذا خلينا نوصلهم ماي لحظة، شوف خدمات كاملة موجودة هنا، كامل الخدمات، والمدخول عندنا قوي يعني مدخول قوي. يا الزحمة، شوف الزحمة، شوف الزحمة، شكلي بغير شارع، لازم أسوي يمكن تو هاي واي ولا الزحمة اللي هني كارغو. يا حبيبي عليكم، يا حبيبي عليكم، شوفوا شوفوا شوفوا، نقدر نمشي الخفارات كلها تحت الشوارع بنفس الطريقة. أنا أتصور والله إني يوم أكسر الخفار بدل ما أخليه بالطريقة هاي، خلنا نجربها هني لحظة. زين خرب الشارع هذا انا كانت في خاطري الطريقه، كنت افكر يمكن ما تنجح ولا ها، بس بما اني جربتها. زين شوفوا النيبه خشر اختار عادي بالنيبه، بس شو بسوي؟ بجيب النقطه هاي بنزلها تحت. زين بجيب النقطه هاي بنزلها تحت مره تحت. اوكي خلي الشارع يجي من فوق خطار هذا، صبر هو جسر، ما بجسر بالشكل هذا. لحظة لا ما بجسر عود، ما بيبين ان الجسر، فخلوه هذا. زين حبة فوق ماينس، كل مرة يدخلوه ماينس. ايوة شوفوا خلنا نمنع ديتيرن بسمهني، ما شي بيتم يضايقن الابد لين عدلة بالأحرى يعني. انزل خلنا نشوف، طار نزل تحت هركب تحت. اوكي انزل شوف نقدر نرفع الخطار بعد، ترى لحظة وايد تحت بعد، وايد تحت نقدر نرفع لين فوق. اشوف اظن هذا قياس زين، في خطار بس يمر. ايوه شكرا، ايه لا وايد زين. احب ننزل هذا شوي، خلي الشارع يعتدل. شوف
اهم شيء الخطر ما يضرب يعني. لا ما يضرب. شوف شارع محلاه قطار يمر من تحته. فلوسل سيتي نووي هذه الحلقه القادمه ان شاء الله. المهم هذا كانت الحلقه معاكم اختار الدائري واحلامينا في العالم. نشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.